يقول السائل: أنا بعد أداء العمرة شككت، يعني بعد أداء العمرة شككت في عدد الطواف، هل 7 أم 6؟ فهل عمرتي صحيحة؟ نعم، عمرتك صحيحة، والشك بعد نهاية العمرة لا يؤثر، لكن لو شككت في أثناء الطواف إنك تبني على اليقين وتلغي الشك، شككت هل طفت 6 أو 7 تجعلها 6 تأتي بال7، وأما بعد ما فرغت وانتهيت فلا الشك لا يضر العبادة والحمد لله.